بالرغم من ان ام مريم فخر الدين كانت اجنبيه، لكن الصرامه والمحافظه كانت سيده الموقف. تقول مريم فخر الدين كان مسموحا لي ارتداء المايو على الشاطئ حتى سن ال12، لكن بعد هذه السن لم يعد مسموحا لي. كنت برتدي بدله واجلس لاشاهد البحر من بعيد مع مجموعه ممنوعات اخرى مثل عدم النظر من الشرفه وعدم الرد على التليفون. ووصلت حد الصرامة إن المنزل كان خاليا من الأسرة ما عدا مريم، ولكن وجدت رنات متتالية من الهاتف فقررت أن ترد بما أنها وحدها، فإذا به والدها يختبرها. وعلى إثر قيامها بالرد قام بإلغاء التليفون من المنزل كليا. بعد زواجها والدها ما صدقش عينيه لما لقى صورها مالية الشوارع، فاختل توازنه في الشارع وتعرض لحادث تصادم توفي على إثره لاحقا.